جمب تعال. جراند فاينل بين توكي من اللوزر سايد وفاي من الوينر سايد. تعلق روسكو تعلق جراند. طيب فاي مو في الكاميرا حتى اصلا فانش. اوكي طبعا وش المشكله في الماتشاب هذا؟ ان باكمان لو طلع لويجي اوف ستيج لويجي از ديد بيسكلي. لكن ما في اس دي؟ لا اس دي. الو لكن اون ستيج لويجي يسوي كومبو تنفجر. نايس البلش او حلوه. طبعا اللي المفروض توكي يسويه انه ما تفرق معاه ابدا، لازم يطلع اوف ستيج ولازم يسوي للجاردنج بانش. حلوه صراحه. على فكره اللوزر رن حق توكي صعب. توكي مره اتوقع دي اي مره الدي اي مره كان معفن. لسه وين زر الدي اي؟ يا جابو حلوه. ترى حلو سوى ايش سوى؟ نيجاس فوكس سوى باكير واستنى الرول، اذا دخل جوا يطق باكير وهو راجع، اذا قعد مكانه يطق باكير. يعني فهمتني؟ غطى اوبشن مره كثير في الحركه هذه. اوف ستيج حلوه. انفنسبل فريم 1 حلوه. طيار طيار طيار. لا تنقز. الحمد لله ما نقز. لو لمسه بيموت. اوكي ما لمسه كويس. حلو الريكفري من فاي. اسطوره. ترى مو صعب، مو سهل ابدا اللي قاعد يسوي فاي. صعب انك تسوي ريكفري ضد باكمان، وهذا ريكفري حقك. اي والله. حتى كاركترات عندها ريكفري زي ريكفري كويس. عاقدين. ما ادري مكتوب عليها غانم. الله يوحى حشره. حلوه. لا 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 لا. اعتقد ذاتس ات. يس حظه بايخ مره، حتى ما اريد فرصه سويتك. نايس انفنسبل دامبي. تاخذ الكلكس. غبار الكلكس معاه. لا اشو. السلام عليك. هذا تريد مره كويس الفاي. بس صعب انه يرجع. اوكي حلو جد عليه. بلنجز جد عليه. حلوه. لكن توكي بيبلعها كلها ما عنده مشكله ابدا، لكن ما يبلع اب سماش. بلع راس. بلع اب سماش. واه انفجر. نايس جاب. حلوه. جرس بتسوي ضد جرس بتسوي ضد جرس. تاكل اب سماش. اوه ما اكل اب سماش. حلوه. حلو الريكفري من باي. نايس. كرزات. افتلت افتلت. والله الاتش كارد تراب ترابنج عند توكي ممتازه مره ما شاء الله. باكمان عنده التولز انه يقدر يسوي اشقاط ممتاز لي لويجي، لكن لويجي طاح من الجيم الاول 1-0 مصلحه توكي. شك وائل شك تفصل وين احمد؟ افصل سلاك الكاميرات وغير مكانها. قاعد تطفى كثير عندنا. تعدل. صار تعدل الحين. الحين في ذا الشيء. رايحين لبوكيمون ستاديوم 2. بي اس 2. بيست كونسول ايفر. نو؟ نو؟ لا بيست كونسول ايفر يا اخي. انقذ لنا فاي. يب. نبغى فاي. نو؟ اوكي. PS2 makes the best games. اوبا. سلام من فاي مو قاعد يخاف. دون بي غلط غلط غلط. سوى SD لكن لسه عنده تقدم فما يخاف. كومبو 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 كومبو.
لا nothing. اوه حلوه من باين نزل سلام. اوه نبغى نشوف اذا ستريك حق توكي بيكمل ولا ما ولا بيوقف التورنمنتس. والله باين يمدي 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 بس يركز شوي. اوف واو حلوة هذه حلوة مرة صراحة. ما شاء الله عليه ما شاء الله. اسماش اوه والله سلكت صراحة. وصراحة اللي يسويه باك مان في لويجي اوف ستيج از اكشلي ابيوز. والله ابيوز رسمي والله مرة. يب كاميرات سماش ما 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 فتت المرة هذه كويس. بست 64 مترنس. اوكي مجد مجد واه اكشلي اقدر اقول ان باك مان واحد من اسوء ماتشات ويجي بعد. والله هذا اسوء ماتشات ويجي. واو توك رجع حلو. لا لا ما كان عنده جنب. كنا نتكلم عن اسوء ماتش بلويجي فجت شو اسمها هذيك سامس وسنيك. بس والله باك مان از نوت حتى باك مان برضه لان باك مان عنده الفريم داتا انه يتضارب مع لويجي بلس انه عنده الايدج جاردنج انه ما يخليه يرجع. فايز لايك يا اتس ريلي ساد. حلوه الظاهر ما يمص من الكومبو حقه صح؟ استخدم عليه الجرس. ايش؟ الكومبو حقه ما ينفع احتمال انه ما يضغط عليه كثير ترى. احتمال انه كذا شوي ابي بوسطه ابي حقت باك مان. في باك مان سريعه مره ثاني مره المسكين لكن لسه رجع. اوه 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 ايش كنت فيك؟ مره كثير ريج مره كثير. اوكي سلام. حلوه 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 حلوه. طبعا وش اللي صار؟ ان الهايدرنت الهايدرنت فيه ويند بوكس مره كبير ومره قوي. اذا رماها في اللحظه اللي يطلع فيها المويه ترجع عليك طيران. هذا كيلز يو ايزلي مره. التفاحه التفاحه زوزف التفاحه اكزيما 2-0 لمصلحه توكي. كمان جيم وناخذ الريسيتس. تبي تروح له؟ انا الكاميرا الحين ما استلمت. ميجا مان ضد لويجي يا من جد ومان حق برضه صعب برضه متعب. يس احنا معك الناظر متاخر مجيد بس انا اسفين صراحه مشتاقين لك مجيد. انت بتجي ان شاء الله بيجي كل شوي جاي. نايس لا تنظر فيها ارجوك. اوكي ترى على فكره الى الان اكل ثلاث مرات ثلاث سنبات زي كذا وجز مو كويس ابد ضد باك مان. صعب انك تمسك هذا الشيء وهذا الشيء اللي لاحظناه في الجيم حق فريسكو. ما عنده جنب صح؟ ووو اوكي اللي لاحظناه في الجيم اللي قبل فريسكو انه فريسكو ما طاح في الست ذاك فيه. اوه مجيد جايه من الاثنين من جد؟ اوه اوكي والله ارك بتسحبك اسطوره مجيد. حارة مجيد مو مسافر اصلا يلعب علينا. اوكي 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 ذاتس اكشلي جود بس مش ما عنده جمب بيموت. يب عنده اوه نو ريسيت 3 او That was sad. ما الماتش بتعيش صراحة. من عنده؟ عنده بوكيمون ترينر وبيتشو. لا مرة صادق. هو صراحة مو بس كذا زي ما قلت الماتش بصراحة مرة تعيس. يعني خلينا نقول ان
خلينا نقول انه مثلا تو يعني غير انه يعني توكي ما شاء الله من كمستوى كلاعب يعني عنده خبره اكبر في الجراند فاينلز، فهذه اول مره يدخل الجراند فاينل هذا شيء، بس يعني ما يحد من مستواه يعني فاي مره ممتاز وكويس ولعبه ان شاء الله من الناس الاحسن الناس هنا، بس الفارق الخبره كبير بلس غير انه فارق الخبره كبير الماتش اب تعيس وجز مره ساد. لا امورها اسوأ من كذا بعد يا استناه حلو حلو الكافي الصراحة هو مشكلة قاعد يقاتل عشان يرجع هذه المشكلة وان ستيج قاعد يخسر كثير لأن يعني ال أوه نايس حلو والله توكي اون فاير صراحة توكي قاعد ماسك المباراة وقاعد يلعب زين ومتقدم فرق كبير والماتش بلو فاني تعرف اللي في مومنتوم مرة كبير له يعني لازم فاي يسوي شيء الحين لازم يتصرف خمسة وخمسين انكلينج احنا قاعد نتكلم عن ماتش بين 60 ولا اكثر يا جماعه الخير شو يعني بيسكلي مش ما احب اتكلم عن ماتش كثير يعني بس ان هذا ريلي هارد يا اتمنى هذا الشيء يخليه اتليسي يصير عنده سكندري فاي لان حرام انه قاعد يسوي كل الشغل هذا في الاخير يخسر زبط ماتش فهمت anyway. انا والله فاي ما خسر لسه يا جماعه الخير هذا شيء مهم نتكلم عنه يعني ترى يقدر يرجعها مو صعب عليه هل بدا شيء افكر مسك اوكي افكر مسك مره ثانيه جاي يسوي تك يس جاي يسوي تك لا وين جرس راح فوق اختفى مره ثانيه اختفى يختفي صح غريب اوكي ذاتس بتكون بداية شيء اوكي اوقف عندك واو بسوي له جمب هذه يا هو قاعد يحاول يطق قاعد يحاول يطق طقتين ووقف الثالث عشان يسوي دوج وسطها ايش صار غريبه الابي هذه غريبه الابي هذه اتوقع انها بالغلط كان ممكن قاعد يسوي اتوقع قاعد يسوي ذي اسمها الريفرس بي ممكن يغير فاي ولا بيكمل الماتش اب والله صاحي من الساعه 6 الفجر حالتي حاله خلاص احس ابغى انام مبروك ولف عشان مصلحتك والله عشان مصلحتك مو بزين ترى والله المصلحه الفير حتذبح بسرعه خلينا نشوف قديش كويس الولف حق فاي احنا نعرف قديش كويس اللويجي ترى الفير كومبوس راح تكون بايخه مره عليه يس لان شفناها قدام كويتا والله ماتش عظيم هذاك ذاك مره جيم للنسيان نايس نير واو حلو الفكره ذو عجبتني اوكي نير فير انت باكير ممتازه انتبه هذا ست هذا وسخ بس ماش فور هو موجود على فكره انتبه حلوه بس كذا يا برا يو نو جرافيتي ما في جرافيتي اللعبه هذه ما تتعامل بالفيزكس حلوه داي عطات تمز هو حلوة لكن توكي صاحي بدينا لا 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 اشوف افترو انت ولا شيء لانه مره بعيد حلو الفير حلوة هذه كانت كب باكير يس ذاتس ات قاعد يعطل الريكفري حق توكي كثر ما يقدر لانه ما يبغى يبلع المصلحة ما يبي مصلحته يس ما يبي مصلحته
اتوقع ايه يا اخي المفروض يسوي الخرمش هذه على الارض. افشلت؟ اي قاعد اسوي داون تيلت. داون تيلت تشوت على الارض عموما. بس خرمش اقوى. خرمش اقوى حلو عجبت. اوكي انتبه لا تمسكنيها. اوكي ضيعها توكي. برا والله ما راح يقدر يرجع كذا سحاب ثقافه ولا كويس. المشكله نفس المشكله اللي ايش اسمه ذاك اعطاك كميه كرز. المشكله لويجي نفسها عند ووف. حلو يلعب كأنه تدريبات مو كأنه افترض توكي صحي من صحي من الجيم اللي قبل ذا اتوقع ضد جيرتكس كان مره كويس وتصادق من يوم انتحر فريسكو خلاص ايه توكي از باك مره بانش باك رويس اعتقد انه ممكن اوه راح حسيت حلو الافتلت خربش الجو على قولك احي سلام صحتك احي كيف اكثر ما تذبح ناسنير ما عنده جمب ثار ما عنده جمب ثار اه لا عنده جمب اسف الحين ما عنده جمب ثار حلو كان يسوي سبوت دوج ما تنفع ضد هذا الشيء وياكل اف سماش فوجو 2-0 مصلحة توكي. بس وولفي ادى احسن من لويجي شوي احسن من لويجي احسن من لويجي بكثير صراحة بس انه مشكلة وولف برضه من نفس مشكلة لويجي بس وولف اتليست عنده التولز في النوتشرال انه يباري في باكمان لويجي ما عنده ثنتين الدرجة شكله بيكملها بولف انا صراحة انا مع هذا الخيار لازم يجرب شخصية ثانية يتعلم على التورنمنت حتى لو خسر عادي يحاول يتعلم شيء لكن برضو يمديه يرجعها يعني الولف حقه ما كان شين ابدا خذ مش نير اوكي نايس بدي شوي الحمد لله اخيرا يا اخي ما اشوف اذا استخدم البلاستر زي الناس اوه لا 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 عنده جمب بليز قول عنده جمب اشوى اسالك انت حلوه اي ثينك ذاتس ات ترى يب ابلع بيرفكت لانها وشه طقه من الجنب بعدين رمى عليها البرتقاله لازم يسوي اير دوج فيبلع البرتقاله فخلاص اتس دن فهمت ايوه حلوه سلام حلوه واو هذه حلوه سلام عليك اب سماش غرف بس روبنز وات اوكي والله نير اقتحام ما تهتم شيء بانش اوكي نايس حلوه 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 صح المفروض استغل بلاستر شوي اكثره انت بالجنب حقك صحتك صحتك انقذ توكي في تتسات كثير والله البيس وصل هشام حلوه توكي باقي له ستوك واحد ياخذ البطوله اسطوره جاء خلينا نشوف هل عند فاي عنده راي ثاني ولا لا
أبا أبا شوف القطة نايس حلوة. هذا من أقوى شيء عند باكمان، يقدر يلقط كل التكتشيست حقته. أوه سلام عليك حلوة، كمل عليه باكير حلوة. باشر يسوي سبيسنج الباكير حتى ما ينطق سماش. حلو من فاي الكفري، ما عنده جم، ما عنده جم، ما عنده جم، ما عنده جم. ثينك ذاتس ات سلاش، ما عنده جم. الحمد لله الحمد لله سرقت ايرات وشيلد فريم 6. اعتقد ذاتس ات سماش. اوكي فاين فاين فاين. جي جي صراحه 3 اول مصلحه توكي ياخذ الجراند فاينل على فاي 6 او، لكن فاي ما قصر ابدع صراحه، واصل المركز الثاني. يعطيه العافية ومبروك عليه المركز الثاني ومركز الثالث لفريسكو. يعطيكم العافية يا شباب كل اللي في الستريم، حياكم يعني شرفتوا ونورتوا، عساكم انبسطتوا ان شاء الله. سايننج اوف.